جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل شيخ صالح عن تارك الصلاة، هل يجوز أن نأكل معه أم لا ولماذا؟ تارك الصلاة إن كان يجحد وجوبها يرى أنها غير واجبة فهذا كافر بإجماع المسلمين ويجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل. وأما إن كان مقر بوجوبها وتركها تهاونا وتكاسلا فيجب إلزامه بها حتى يصلي، وأن يؤدب ولي الأمر حتى يصلي ولا يترك. وقضية الأكل معه إذا كان في الأكل معه مؤانسة له وانبساط معه وعدم إنكار عليه فهذا لا يجوز، لا يجوز لك مجالسته ومصاحبته سواء أكلت معه أو لم تأكل. صاحبته وهو لا يصلي وأنت ساكت عنه ولا تنكر عليه ولا تلزمه بالصلاة هذا أمر لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وقوله لماذا شيخ صالح؟ كيف لماذا لا يجوز أن نأكل مع تارك الصلاة؟ لأن هذا من إقرار المنكر وعدم إنكاره. نعم. السكوت عنه. نعم.